من مواضيعنا الطبية اليوم في آخر أخبار كورونا، من أهمها السلالة الجديدة. منظمة الصحة العالمية قالت أنه لا زالت تدرس تحورات السلالة الجديدة، وأكدت أنها بالرغم من أنها سريعة الانتشار لكن ما تزيد من حدة الإصابة، وفي بوادر خير للانتصار على كورونا خلال هذه السنة، وركزت على شرطين أساسيين. الشرط الأول الحفاظ على معدلات عدوى منخفضة خلال فترة التطعيم من خلال استمرارنا بالالتزام الكامل بشروط التباعد الاجتماعي ولبس الكمامات والاهتمام بالنظافة الشخصية. أكيد، والحديث أكثر عن آخر المستجدات فيما يخص السلالة الجديدة معنا الدكتور مازن زويهد، رئيس قسم الأمراض الصدرية والعناية المشددة في المستشفى الأمريكي. سعد صباحك. صباح الخير دكتور، وأهلا وسهلا. دكتور، يعني خلينا نبتدي معاك بالسلالة الجديدة، هل راح تغير يعني من المشهد العام في التعامل مع كورونا، وهل راح تغير يعني عدد الإصابة وحدة الإصابة؟ هلا السلالة الجديدة، بس لنحكي انه فيروسات الكورونا معروف انه بصير عليها طفرات، ويتوقع معظم العلماء بيتوقع انه عم يصير على هذا الفيروس طفرتين كل شهر، فانه وجود سلالات جديدة وجود طفرات على الفيروس ما انه شيء غريب. نعم. السلالة الجديدة ليش اخذت هالحيز الاكبر من الاهتمام؟ هي لانه تغير بالسبايك بروتين، واللي هو البروتين اللي على وجه الفيروس. هاي السلالة الجديدة ما بتخيل انها رح تغير كثير من انتشار الفيروس أو من حدة الفيروس، لأنه إذا تغير الفيروس بشكل كبير فإنه ممكن يصير يقدر يهرب من الأنتيباديز يلي موجودة بالجسم، بس بنفس الوقت رح تخف قدرته على الدخول إلى الخلية وعلى تسبيب المرض، فممكن ينتشر بشكل أوسع بس شدة الإصابات رح بتصير أخف. طيب دكتور، وين بتروح الأمور؟ هل إنه هذا الوباء بينتشر أكثر، ولا خلاص يعني إنه الحين إحنا في مرحلة إن شاء الله مرحلة كويسة وإيجابية؟ هلأ مع انتشار اللقاح ومع الوعي اللي صار عند العالم، بتخيل انه هذا الفيروس مش رح يختفي بشكل كامل، رح يضل، ولكنه رح يتحول لأحد الفيروسات المعروفة، مثل فيروس لو فرضنا الانفلونزا، عمل جائحات من زمان. نعم. مع وجود اللقاح ومع انتشار اللقاح تحول لفيروس عادي. نعم. عادي بسبب عدة إصابات بالسنة والعالم تتعايش معه. طيب دكتور، السلالة الجديدة يعني جاءت تزامنا مع حملات التطعيم ضد كوفيد، والناس الآن تسأل إيش تأثير على فعالية اللقاح ونوع اللقاح؟ هلأ اللقاحات يلي معمولة حالياً كلياتها بالتارجت تبعها هو السبايك بروتين يلي على سطح الفيروس. من المتوقع أنه التغير اللي صار بهذا البروتين طفيف وما رح يأثر على قدرة اللقاح بالقضاء على هذه السلالة الجديدة، وبالتالي فإنه معظم اللقاحات الموجودة حالياً راح تضل تكون فعالة ضد السلالة. ممتاز. طيب دكتور، أنا سمعت صراحة وقريت كثير عن الفيروس الجديد، ويعني قريت أنه يقتل الأطفال وأنه بسرعة بينتشر وأنه هم اللي بيكونون أكثر عرضة أنه يعني يأخذون هذا الفيروس بسرعة أكثر من أنه إحنا الكبار، هل الكلام هذا صحيح؟ هذا الحكي مش صحيح، هذا الحكي مش صحيح أبداً. حتى السلالة القديمة والسلالة الجديدة تقريباً متشابهين بشكل كتير كبير. السلالة الجديدة عم تنتشر بشكل أسرع بس قدرتها على تسبيب المرض أخف. إنه تصيب الأطفال كلهم بيصيبوا الأطفال، بس تأثر الأطفال بالفيروس أقل، لأنه المستقبل تبع هذا الفيروس على سطح الخلايا عند الأطفال كميته كتير قليلة. كل ما تقدم الواحد بالعمر كل ما صار عنده مستقبلات أكتر، ولهيك الكبار بالسن هن اللي عم يتأثروا أكتر بهذا الفيروس. نعم. طيب هل البي سي آر يتعرف على هذه السلالة الجديدة بسرعة زي يعني الكوفيد 19؟ تست البي سي آر اللي موجود حاليا بمعظم أنحاء العالم بيقول فقط إذا في كورونا فيروس أو ما في كورونا فيروس، بس ما يقدر يتعرف على السلالة الجديدة. حاليا منظمة الصحة العالمية عم تنشر كيتس جداد يلي هن قادرين يتعرفوا على السلالة الجديدة، وهي منتشرة بكل أنحاء العالم حاليا، وعم يحاولوا ياخذوا عالم عشوائيا ويعملوا له تيست. يعني الحين الشخص اللي مثلا لا سمح الله مصاب بالسلاله الجديده وفي بي سي ار، يطلع انه هو في عنده كورونا بس ما يعرفون اي يعني السلاله الجديده ولا يعني الكوفيد 19 ولا البرو ولا الجديد، يعرفوا بس انه في عنده كوفيد 19 بس ما بيقدروا يعرفوا زي السلاله الجديده ولا السلاله القديمه، لحتى يعملوا تيست خصوصي، تيست ثاني. ايوه، يلي حاليا هو مثل ما قلنا عم ينشرون بالعالم لحتى يصيروا يقدروا يتعرفوا. طيب دكتور، كيف عرفوا؟ هل لها اعراض مختلفه عن كورونا الكوفيد 19، او يعني كيف عرفوا انه هذه سلاله جديده؟ هي ما لها اعراض مختلفه ابدا عن الكوفيد 19 العادي، هي بس العلماء عم يتابعوا تطورات هذا الفيروس لحتى مستقبليا يقدروا يعرفوا قبل ما يصير شيء جديد.
فهنا عم يتابعوا المادة الوراثية تبع الفيروس ولاحظوا هذا التبدل بالمادة الوراثية، بس هو كمرض still the same. نفس المرض. دكتور، في كثير من الناس اصابوا يعني بكورونا وبعد الاصابه باشهر يعني بعد تحسن حالتهم وتجاوزوا المرض، لكن يعانون يعني لحد الان يعانون من اثار، يعني من ابرزها مثل السعال، الكحه. كيف يعني يتعاملون مع هذا الوضع وكيف يتجاوزون ويعالجون انفسهم؟ هلا انا بحب اقول لك انه انا شفت كثير مرضى انصابوا بالكورونا والحمد لله المعظم هون شفي منها بشكل كامل. متلازمة ما بعد الكورونا اللي عم نسميها هلأ عم بتضل لفترة. شنو أعراضها هذه دكتور؟ أعراضها بشكل عام وهن عام. وهن عام؟ وهن عام، نقص بالقدرة على الانرجي، نقص بالاكتيفيتي، سعال، في بعض العالم عم بيضل عندهم نقص حاسة الشوق. إيه هذه اللي كنت بقول لك دكتور. لفترة قصيرة، يعني على حسب آخر الدراسات نقص حاسة الشوق والدم والشم والذوق عم ترجع خلال 4 إلى 6 أسابيع. موضوع الكحة عم يتجاوزه المريض خلال حوالي 3 أشهر ماكسيمم. نعم. بس الوهن العام هذا الشيء اللي عم ياخذ اطول فتره. يعني نعم، هو الوهن العام موجود. ايه موجود هو من بدو الكورونا. دكتور، هل يعني كثير ناس خايفين ياخذون اللقاح، هل اللقاح له اثار يعني على الانسان اللي بياخذه؟ خلينا نقسم السؤال. في البداية احنا دائما نسأل زملائنا كثير وفي كل مكان، راح تاخذ اللقاح ولا ما راح تاخذ اللقاح؟ فخلينا نسأل بالبداية عن اللقاح. يعني اكيد وجهة نظر طبية، ومن بعدها سؤال هدى انه اعراضه، عفوا يعني اثاره الجانبية. اثاره، لانه كثير ناس خايفين صراحة. هلا اللقاح مثل ما بنعرف في نوعين من اللقاحات اللي هلا موجودة، اللقاح يلي الصيني اللي هو السبونتيك الصيني، يلي هو عبارة عن لقاح تقليدي اللي هو فيروس مقتول عم يعطوه للناس لحتى يشكلوا أضداد له. اللقاح الأمريكي هو التكنولوجيا الجديدة ولهيك العالم كثير متخوفين منها. اللقاح الأمريكي عم يعطوا الإنسان مسنجر آر إن إيه، جسمه هو اللي عم يشكل البروتين، هو اللي عم يشكل أضداد لهذا البروتين. بحب طمن كل العالم إنه هي المادة الوراثية ما عم تدخل على نواة الخلية بجسمه للمريض، وبالتالي فما في أي خطر من إنها هي تشكل في المستقبل تبدل بالمادة الوراثية للإنسان، لأنه ما عم تدخل أصلاً على نواة الخلية. هذا اللقاح كتير فعال وكتير سيف. معظم الدراسات اللي انعملت عليه، إذا أخذنا بس الدراسة الأولية اللي انعملت بأمريكا، شملت حوالي 70,000 متطوع وما كان في أي أعراض جانبية، غير طبعاً حساسية مثل أي لقاح أو أي دواء تاني الواحد بيأخذه. وبما يخص اللقاح الصيني؟ بما يخص اللقاح الصيني هو لقاح تقليدي، فبتكون الاعراض الجانبيه منه شوي اكثر، بس هو كثير سيف وما في اي ريبورتس عليه بانه عم يسبب اي مضاعفات ثانيه، بس عم يعطي اعراض مثل اعراض اي لقاح ثاني. نعم. اللي هي الم بمكان الحقن، عم يعطي شويه وهن وتعب عام ليوم. نعم. او يومين، معظمها حالات طفيفه عم يتجاوزها الانسان بدون اي مشكله. زي ما تاخذ لقاح الانفلونزا هذا السنوي تتعب. نعم. وتحس نفسك مرض. Exactly. دكتور شكرا جزيلا والله يطمنك. ألف عافية. يعطيك العافية. شكرا جزيلا لكم، شكرا على الاستضافة.